هل يوجد فرق ما بين معهد عالي نظم معلومات وكلية تجارة نظم قسم نظم؟ الحقيقة نعم يوجد فرق. في ناس تقول لك الفرق ده معهد وكلية، لكن أنا مش بركز على ده، أنا بركز على نقطة معينة يا سيف، إنك بتدرس في معهد عالي نظم معلومات في الغالب بتاخد نظم المعلومات بشكل كامل، أما في كلية التجارة بتاخد نظم المعلومات التجارية. طب إيه الفرق؟ نظم المعلومات مجالاتها كتيرة جدا، ممكن تطبق نظم المعلومات في مجال الجغرافيا، نظم المعلومات الجغرافية، نظم المعلومات الهندسية في الهندسة. واحدة من ضمن الحاجات أيضا نظم المعلومات اللي مستخدمة في المجالات التجارية، ولذلك هي بتقتصر على هذا الموضوع. أما في نظم المعلومات فأنت ممكن في معهد العالي النظم تاخد النظم كلها، ممكن تتخصص في أكتر من نظام، ممكن تدخل تلاقي نظم معلومات الأعمال فهي قريبة من كلية التجارة، فهي مختلفة من أكثر من حاجة. فخلي بالك من هذا الموضوع، وإن شاء الله ربنا يكرمك ويكتب لك كل خير، وخلي بالك ان دي من ضمن الحاجات اللي بيتم التركيز عليها، فانت تخصص في حاجة وربنا يوفقك، وان شاء الله ربنا يكتب لك كل خير وبالتوفيق بإذن الله تعالى.